وبنهاية صباحنا لليوم وبنهاية فقراتنا رح نضوي اليوم على المرأة السورية اللي نحن بنعرف دائما أنه أثبتت جدارتها بكثير من نواحي الحياة، وكانت جنب بجنب إلى الرجل وتحملت كثير من الصعاب. اليوم كانت هي مقاتلة على جميع الجبهات، كانت العاملة بوظيفتها، كانت الأم في منزلها، كانت الأخت، كانت المحاربة على الأرض، كانت الطبيبة، وكانت على جميع الجبهات. اليوم هيك بمناسبة عيد العمال حبينا نحكي عن الضغوطات والتحديات اللي بتواجه المرأة خلال عملها. وضيفتنا لليوم هي السيدة حسناء سعيد، وهي نحلة من نحلات سوريا ومدربة بمراكز الثقافة في دمشق وجبلة. يسعد صباحك ست حسناء، ومستعجلة هيك اليوم على الشغل. كل عام وانتي بألف خير. كل عام وانتي بألف خير. صباح الخير. يسعد صباحك ست حسناء. خلينا هيك بداية، يعني أكيد كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وجميع نساء الوطن العربي بألف خير، منهم يعني قدموا مجهود كتير كبير ببناء المجتمع، ببناء الأطفال، ببناء الرجال كمان. يعني وراء كل رجل عظيم امرأة، هلا بيزعلوا منك كل يا امرأة نفسها. يعني ما شفنا، ما حدا حكى أنه في وراء المرأة رجل، ما هيك؟ نفسها حصرا وجهودها المبذولة وتضحياتها وإصرارها على استمرارها بالحياة رغم التحديات والظروف اللي بتواجهها، بتلاقيها تستمر، ما في شيء بيوقفها للمرأة. اليوم يعني نحن هلا بالمقابلة انت عم تشتغلي شغلك، ما بدك توقفي وتحكي معنا. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بألف خير، وشكرا لكم لهالاستضافة وللإضاءة على أعمالنا. نحن عم نشتغل شيء كثير كثير حلو، نحن نحلات سوريا، وعن أحيينا حرفة كانت قايلة للزوال، وأحييناها بطريقة كتير كتير رائعة وطريقة كتير أكاديمية، وعم نطلع منها منتج رائع جدا. تعي يا ست البيت، مثل ما أنت قاعدة ببيتك بتشتغلي هذا الشيء، تكلفتها كتير كتير بسيطة، بتشتغلي هالأشياء هاي، ونحن هلأ عم نسوق بطرق متعددة. أخذين هلأ نحن عارضين بشيرتون دمشق، نعم. عارضين ركن، نحن لمدة عام عارضين هاي المنتجات. نحن عم نثبت إنه هي المرأة السورية فعلا كانت ولا زالت وستبقى أكيد. هي المرأة المتميزة بكل شيء. طيب ست حسنة، خلينا هيك بداية ننوه انه حضرتك كنتي موظفة. نحن اليوم بمناسبة عيد العمال، يعني حضرتك نموذج للعمل، يعني قلتي لي انك طلعتي على التقاعد يعني بعمر، يعني اي ست ممكن تقول انا رايحة على البيت بقى بدي ارتاح، انا بدي اعوض سنين الضغط العمل النفسي الجسدي الارهاق المادي ومن كل النواحي، ولكن حضرتك طلعتي تقاعد من هون ورحتي لتأسسي مشروع. خلينا نحكي عن هذه النقطة. اليوم المرأة وقت ما بتقدر مثلا انه ما يكون لها عملها الخاص، يعني ايمت يعني ايه، يعني خلينا نحكي عن العمل الخاص للمرأة فيما بعد سن التقاعد. ستي الكريمة، هذا سن التقاعد يفترض انه ما نفكر فيه ولا كأنه موجود، نحن معطاؤون. طالما انا عم اعطي عم انتج عم اعطي، معناتها انا موجودة. صحيح. انا توقفت عن الانتاج عن العطاء، معناتها أنا انتهيت خلاص. لا، ليش؟ الحياة متجددة، وكل يوم عم نعيشه عم يروح ما عم يجي بداله. لا، خلينا نحن نستثمر هذا الشيء، لأنه واحد أنا طلعت منتج، اثنين أنا جبت مردود اقتصادي لإلي، ثلاثة وهو الأهم، أنا كل شيء عندي ضغوط نفسية، ما في حدا إلا عنده ضغوط نفسية. فرغتها بهذا العمل، كله فرغته بهذا العمل. صحيح. نحن عم نعمل أشياء كتير كتير رائعة هلا، أكيد رح نستعرض، وعم نشتغل على الأسر، عم نحاول إنه الأسر تكون منتجة حتى ببيتها. نحن كثير كثير بهمنا هذا الامر، يعني عم نشتغل مسبل التخت، عم نشتغل مفرش الطاوله، عم نشتغل وجاه المخدر، عم نشتغل تدوير أقمشة. هلا بنقول يعني نحلات سوريا لحاله الاسم، يعني لحاله الاسم بخليكي تفرفشي وتطيري. يعني هو يمكن تسميه يوم التقاعد هو غلط، لانه قد ايه له اثر نفسي، ما بتوقف بتستمر بزياده. قد ايه له اثر نفسي على انه انا طلعت سن تقاعد، انا انتهت الحياه عندي، ولكن اليوم ست حسنة اعطتنا هذا المثال انه نحن مستمرين. خلينا بس نحكي اليوم ليش سميتوا نحلات سوريا، يعني هذا العطاء الخليه اللي على طول عم تشتغل هاي الخليه، لانه نحن نشاط النحله، نشاط النحله موجود عندنا، عندنا الملكه
عندنا النحلات المنتجات، عندنا الخلية المتكاملة طبعا. نحن الملكة. طبيبة أسنان الدكتورة سحر البصير هي مديرة المشروع، ونحن بنوجه لها تحية. ونحن متدربات تدربنا معاها، نحن بلشنا بانطلاقتنا بساحة الأمويين، كنا قصينا شعرنا بساحة الأمويين وضفيرة الشعر يوم طلعوا لسوريا من الجامعة العربية اعتصمنا. كانت معنا المرحومة الأستاذة سمر الحاج، وكنا وجينا واشتغلنا شغل كتير رائع. ضفيرة الشعر عملنا منها لوحة غضب المرأة السورية، بعد منها اشتغلنا لوحة 2-3-10، ضلينا فترة لا بأس فيها نحن ضمن ساحة الأمويين مع تصميم. وبعدين بلشنا اشتغلنا هذا الشغل، الضفاير عملناهم على هالمربعات. هاي المربعات بعدين ساوينا منا هاي مخدة، هاي مخدة، هديك كمان مخدة، هدول نماذج تدريبية. قدي عددكم اليوم؟ ما فيني احصي لك قدي عددنا، لانه هلا صار عندنا فرع بالسويدة، حلو، طرطوس، بحماة، باللاذقية، بكل مكان، بحمص، كله يعني عم نتسع، عم نوسع هاي الدائرة قدر المستطاع. قدي صار للمبادرة والانطلاقة يعني كم الانطلاقة كانت بال 2011 بداية الأزمة لأنه نحن لازم نتغلب على الأزمة. مثل ما تفضلتي حضرتك وحكيتي عن المرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، أوكي، المرأة هي أمه، هي اللي عم تصنعه لهذا الولد لحتى صار زلمة. يزعلوا هي كيف تصنعه؟ لا ما حيزعلوا، لأنه أنا أمي اللي صنعتني، لأنه الرجل راح يقول لك أنا أمي اللي صنعتني، صنعت مني رجل. إيه، فهي وراء كل رجل عظيم امرأة، هون أنا عم ترجمها عذرا من حضرتك. أكيد. ونحن لازم يفترض، ما حدا بينكر هذا الشيء، ما حدا بينكر فضل الأنثى اللي كانت وراء، إن كانت أمه ولا زوجته ولا جدته تماماً. ولا أي حدا كان من ضمن عائلته. تماما. إيه، ونحن يفترض إنه نتغلب على الأزمة مهما كانت ومهما كانت صعوباتها. يفترض فينا نتغلب والا نحن بننتهي. خلينا نضوي على الصعوبات يلي عم تحكي عنها. يعني اليوم اكيد ببدايه الانطلاقه وحتى باستمراريه الانطلاقه خلال السنوات المستمره الماضيه كان عندكم صعوبات، شلون واجهتوها وشو هي هي الصعوبات بالضبط؟ كانت صعوبات متعدده. ما فيني اذكر اهمها. يا ستي الكريمه، اهمها الصعوبات انه شو بدي اقول لك، نحن هلا انه هذا الشغل بخليك تتغلبي على المصاعب اولا واحدا، ايا كانت كبيره صغيره، عذرا عم كبيره صغيره ايا كانت خلينا نتغلب عليها. وهلا مثلا هذا عم اشتغل انا، هذا شو عم هذا حرام بيبي، بامكانك تساعديني هلا اليوم شو القماش اللي انت او كونه نحن عم نقول تدريب؟ شو تعرفي انا افشل حدا بحمل الابره؟ هلا بفرجيك اياها للابره. هذا حرام بنوتة. حلو. هو مشروعك اليوم اقتصادي اليوم تماماً. يعني باب رزق لإلك ولا كثير من السيدات؟ لا يعني تماما لكل سيدة عم تتدرب. نحن عم نحاول من أوها في شيء تاني، يعني هل هو مردوده عم يكون خلينا نقول منيح؟ يعني لا بأس على مبدأ ما بيقولوا بحصد تسند، بعدين نحن عم نطلع شيء كتير حلو من لا شيء، شيء كتير حلو، شيء كتير رائع. هان قد ايه اليوم مهم المعارض؟ وانا مصره شيء يشيل بدي خليني اشيل لك اياها، خليني اشيل لك اياها واشتغل لك فيها شوفي شلون. ما يا سامر معي خليني كنت عم اسالك عن المعارض. قد ايه اليوم مهمه لكم تسويقيا؟ يعني وقت اللي انتم بتشتغلوا شيء وبتنزلوا على الارض، ان كان بالفنادق ان كان بالبازارات، قد ايه مهمه تسويقيا لكم؟ كثير مهم. كثير مهم. نحن هلا انا مثلا دربت الست اللي بدربها، انا جاهز اسوق لك لانه نحن عاملين تسويق لنا ولكل نحله منتجه، عاملين تسويق. يفترض فينا مثل ما دربنا، نحن دربناكي على الشغل، نحن بدنا نسوق لك المنتج تبعك. مسؤولين عن الشغل فيما بعد. ونحن عم نعمل كنحلات عم نعمل مشاريع صغيره بتساعد
كل سيدة حتى إذا حدا من الرجال حب ينضم لنا أهلا وسهلا كمان يعني تستقبلوا رجال طبعا طبعا كل حدا النحلات النحلات نشيطين ذكورا وإناث ما شاء الله يعني شايفين من خلال شغفك والروح اللي عندك والاندفاع والحماس حماس صبية 14 بصراحة يعني بتعطي هيك معنويات لكل اللي حواليك أكيد أنا متأكدة من هذا الشيء خلينا هيك نصائح من حضرتك لكل صبية اليوم لكل امرأة عاملة إن كانت بمجال بيتها بمجال بأي مجال كانت بتشتغله رغم الظروف والتحديات اللي بتواجهها خلينا هيك بعض النصائح نستعرضها اليوم حابة تعرض حابين نعرض لحسنا اليوم أكثر قطع ممكنة على الهواء يا ستي الكريمة يا ستي الكريمة أنا بوجه نصيحة لكل سيدة كوني معطاءة كوني منتجة نحن لما نكون معطائين نحن موجودين مثلا مرينا نحن مرتين او اكثر على كلمه متقاعد قولا واحدا يفترض هي ما نحن ابدا ما نعترف فيها ليش نحن اذا بدنا نجزئ كلمه متقاعد موت خلينا نشوف الشيء الغريب موت انت وقاعد لا هذا قولا واحدا ممحي نحن من حياتنا اكيد نفسيا كثير صعب بدنا نتمنى لكم النجاح بمشروعكم وبدنا نتمنى نشوف اسمكم خلينا نقول دوليا بجوز نشوفكم بمعارض خارج سوريا ان شاء الله عن قريب وطالما اليوم المراه هي مسؤوله عن حالها اقتصاديا وماديا وعم تروح لهذا الشغل لتكتفي بذاتها هذا لحاله عمل لإلها فمن خلالك بدنا نوجه تحيه لكل نحلات سوريا لليوم لكم يعطيكم الف عافيه وكل عام وانتم بالف خير شكرا اليوم لصباحك وهيك بحلقات ثانيه حنشتغل شيء ثاني إذا الله راد شكرا لكم وشكرا للإضاءة على شغلنا وكثير كثير يعني لفتة رائعة منكم إنه تضووا على هذا العمل هذا اليوم لكم لعملكم لعطائكم لصبركم وتحدياتكم وشكرا لك شكرا لحضورك الحلو يعني